تمثل النساء ربع سكر العالم وحوالي 43% من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية بحسب الأمم المتحدة. فالمرأة الريفية تمثل العمود الفقري للعديد من المجتمعات المحلية وتلعب دوراً محورياً في منظومة الإنتاج الغذائي وإعدادها واستهلاكها وكذلك توزيعها. لكن النساء الريفيات في الوقت ذاته يواجهن صعوبات جمة تتعلق بحقوقهن في ملكية الأراضي وضعف فرص الحصول على الخدمات الإنتاجية وعدد من القيود الاجتماعية والعرفية والثقافية في أريافهن البعيدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت 15 من أكتوبر من كل عام بوصفه يوماً دولياً للمرأة الريفية، وذلك تسليماً منها بدور النساء الريفيات بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية في إسهامهن المحوري لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف. ويشير تقرير الأمم المتحدة لعام 2018 عن حالة الأمن الغذائي والتغذية إلى أن 821 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2017. وذكر التقرير أن الظروف المناخية الأكثر تعقيداً وتكرراً وشدة كانت من بين الأسباب الرئيسية لأزمات الغذاء في عام 2017. وكشفت دراسات دولية أن النساء أكثر عرضة للتأثر من الرجال بالتغير المناخي، حيث تشير أرقام الأمم المتحدة أن 80% من النازحين بسبب التغير المناخي هم من النساء. وتلعب النساء الريفيات أدوارا مهمة سيما المتعلقة بتقديم الرعاية الأساسية والغذاء والوقود، تجعلهن أكثر ضعفا عند حدوث الكوارث.